هندسة الحاسوب إحدى فروع الهندسة الإلكترونية، وتشمل عتاد أجهزة الحاسوب وبرمجيات أجهزة الحاسوب، وأيضاً الدمج بين عتاد أجهزة الحاسوب والبرمجيات. اليوم في فقرة الاختصاص سنتعرف على هندسة الحاسوب، المواد التي تدرس وسنوات الاختصاص وغير ذلك. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم إجينا لنتعرف على هندسة الكمبيوتر، بدنا نعرف ما هي المواد التي يدرسها الطالب في هندسة الكمبيوتر. هندسة الكمبيوتر هو مجال كتير جديد، مسمى قديم 100% صح، بس العلم دائما فيه متجدد، مطلوب في كل مكان فعليا. لو بدي أجي أحكي على التخصصات، في بكالوريوس عادة تخصص علم يعني هندسة الكمبيوتر هو تخصص في ذاته لأهل البكالوريوس. لما بده يتخصصوا الناس فيه في الماجستير او بالدكتوراه اكيد بتخصصوا في الكريبتوغرافي، بتخصصوا بالروبوتكس، بتخصصوا في الامبيدد سيستمز، وكلياتها مجالات كثير واسعه وكثير مهمه في كل المجالات، سواء بالصحه، سواء بالامن، سواء بالتعليم، سواء باي شركه او اي بند او اي مجال بتحسي انه فعليا ممكن يكون في حركه وفيه شغل جديد، عاده بيكون هندسه الحاسوب مطلوبه فيه. ما هي متطلبات النجاح بالنسبه لمهندس الكمبيوتر؟ الهندسة إجمالاً وهندسة الحاسوب تحديداً تحتاج من كل الدارسين فيها إنهم يكونوا على قدر المسؤولية. فيها الإثكس كتير عالي، فيها أخلاقيات المهنة كتير عالية، بحتاج اللي بده ينجح فيها فعلاً لازم يكون في عنده أخلاقيات مهنة عالية، لازم يكون عنده القدرة على أنه يدرس المستجدات الجديدة في التكنولوجي لحاله، مجرد ما هو أخذ أصول العلم في البكالوريوس أو أصول العلم في الماجستير، فالأصل أنه مباشر يقدر يكمل في مجال شغله، يدور على الأشياء الجديدة، يدور على الشهادات الجديدة، يدور على العلوم الجديدة، لأنه هو علم متجدد بذاته. ما هي المخاطر والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها مهندس الكمبيوتر في المستقبل؟ إحنا بنحكي عن موضوع بخص المؤسسة، إذا بدي أحكي عن عملية قلب مفتوح أو بدي أحكي عن عملية زراعة أعضاء أو بدي أحكي عن عملية هدف الصحة، هذا موضوع بده تركيز كتير كبير، ما بينفع إنه نعتبره إنه سهل. التحديات انا بالنسبه لي انا كبنت، يعني لانه مجال الكمبيوتر اغلبه بيكون شباب، فانا كبنت هذا شيء كثير تحدي كبير يعني، وبيحتاج لشغل وكثير تعب، وانه بتتعامل مع مختلف الثقافات والمجالات يعني الموجوده. في كثير تحديات، مثل انه لازم الواحد يسلم هذا المشروع بالوقت المناسب، يسلم يعني يعمل شغلات بالاوقات المناسبه. هندسة الكمبيوتر تخصص مش سهل، تخصص صعب، بده وقت، بده مجهود، بده تفكير، بده الواحد يكون عقله ومخه شغالين باللحظة اللي عم يشتغل فيها، بس بنفس الوقت هي تخصص ممتع، تجربة حلوة إنه الواحد يكتب برنامج ويشوف نتيجته قدامه، يبرمج مثلاً روبوت ويشوفه قدامه عم يتحرك او عم يعمل الاشياء اللي او التعليمات اللي اعطاه اياها انه يمشي فيها. طبعا هلا هندسه الكمبيوتر عندنا في الجامعه هون هي 140 ساعه. المواد بتختلف من مواد اجباريه لمواد اختياريه لمواد اجباريه للكليه. طبعا من الامثله على المواد الاجباريه للتخصص هي embedded systems, logic, digital logic design, microprocessors and microcontrollers. مجالات الكمبيوتر واسعه، زي ما بتعرفي حتى صناعه الافلام، بالسينما، الجرافيكس، الجيمنج، كلها هاي كلها بتتدخل كله مهندس الكمبيوتر لازم يعني بتدخل فيها. So again يعني مرة ثانية هو شو رغبته وهو شو بيشوف نفسه بالمستقبل. ممكن يشتغل في بنوك، ممكن يشتغل بالمستشفيات، ممكن يشتغل بدوائر حكومية، ممكن يشتغل بقطاع خاص. هلأ الكمبيوتر وين ما كان الكمبيوتر هو اللي runs everything، اللي هو بيشغل كل شيء.
إذا كانت دراسة هندسة الكمبيوتر تتطلب الصبر وتنظيم الوقت، فإن العمل في هندسة الكمبيوتر يتطلب التركيز والاطلاع الدائم على مجال دائم التطور والتجدد. ويبقى لنا أن نقول بأن مفتاح النجاح هو العمل بشغف. أمل شاهين، سكاي نيوز عربية.